مشاهدينا، وللحديث أكثر عن القمة العربية 32 والتي شهدت عودة النظام السوري للجامعة العربية بعد 12 عاما من القطيعة على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، ينضم إلينا في الاستوديو المختص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. مرحبا بكم معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. وسيلتحق بنا أيضا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبير البكيري. نبدأ مع أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يعني بعد أن قتل 400,000 شخص بأعمال قتل عنيفة في سوريا وشرد الملايين، يعود اليوم بشار الأسد إلى أحضان الجامعة العربية. بأي ثمن تريد الجامعة العربية غسل يد بشار الأسد من كل هذه الدماء؟ يعني أنا أعتقد حقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يمنح صكوك الغفران والبراءة إلى نظام قتل من شعبه ما قتل وهجر أكثر من نصف المجتمع السوري. لا تستطيع ولا حتى الجامعة العربية أن تقدم له صكوك الغفران والبراءة. هذه الحقوق هي مطلب أساسي بالنسبة للشعب السوري، وهو الوحيد الذي يمكن أن يتنازل عنها من عدمه. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد حقيقة أن كما يعرف بالقانون الدولي هذه الجرائم لا تسقط التقادم، جرائم الحرب مستمرة لن تنتهي حتى يتم، وحتى يعني هذه اللحظة ما زال النظام يقدم عليها، وحتى بالنسبة للعائدين عبر الحدود اللبنانية قسرا يتم اعتقالهم مباشرة وتغييبهم قسريا، وجزء منهم يقال أنه قد قضى نحبه. إذا بالنتيجة هذا النظام كرس حالة القتل والإجرام ولم يلتزم بأي مبادئ لمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. نعم. وحتى رفض المبادرة العربية ولم يلتزم بأي قرار من قرارات الجامعة بهذا الخصوص. بالنتيجة وكأنه في حال كان مقتل حوالي 1,000 سوري صدرت القرارات العربية والمبادرة العربية في سنة 2011، اليوم لأن العدد تتجاوز المئات الألوف فكأنه يقدم له مكافأة ترضية وجوائز. كيف تفهم هذه المعادلة؟ يعني أنا أعتقد حقيقة أنه بالنتيجة هناك مصالح لدول بذاتها بعينها ضمن هذا الأمر. حتى الجامعة العربية كما ذكرنا لا تقدم ولا تؤخر بهذا الناتج السياسي. قد يكون من الشكل هي قدمت عودة النظام كحدث سياسي، ولكن على الناحية التطبيقية هي قالت بالبيان الختامي بشكل واضح وجلي أن هناك لجنة رباعية، المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وأيضا الأردن. هذه الدول معنية ولديها مبادرة، الخطوة مقابل خطوة، معنية بمتابعة إجراءات للحل السياسي في سوريا. إذا بالنتيجة الجامعة العربية قدمت تفويضا شاملا لهذه الدول الرباعية وهي التي ستقدم. وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لم تخفي بعد ما يعرف بمسيرة التقارب بينها وبين إيران بأن الملف السوري والملف اليمني جزء من آلية النقاش التي تجري بينها وبين إيران. طيب، بما أنه نتكلم عن الملف اليمني يسرنا أن نرحب أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل بكيري. مرحبا بكم معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. القمة العربية 32 تعقد اليوم بحضور الرئيس السوري بشار الأسد بعد 12 عاما من القطيعة، كيف تنظرون إلى عودة النظام السوري اليوم؟ في حقيقة الأمر أنا باعتقادي هذا الحضور المفاجئ، أو دعني أقول الحضور الغير معتاد في القمة العربية منذ 12 عاما، هو مؤشر فشل منظومة الجامعة العربية وأنها تحولت إلى أشبه ب يعني دعني أقول يعني غسيل جرائم هذا النظام الذي يعني ارتكب ربما أكبر مجزرة في حق شعبه على امتداد تاريخ البشرية. اليوم لا يوجد حاكم في التاريخ قتل من شعبه بهذه الأعداد وهجر هذه الأعداد، وبالتالي أن تتحول الجامعة العربية إلى مجرد غسيل لجرائم بشار الأسد أنا باعتقادي لم يعد لها أي قيمة وأنها فاقدة لقيمتها. وإنما يعني هذا الحضور الذي حاولت أن تعمل الجامعة العربية هو نوع من تمرير سياسات إقليمية ودولية يراد من خلالها إهالة التراب على آخر ما يمكن الحديث عنه من ثورات الربيع العربي. طيب أستاذ ياسر، يعني لو رجعنا إلى بشار الأسد، ما الذي قدمه إلى الدول العربية وإلى جامعة الدول العربية وحتى هذه الرباعية؟ ما الذي قدمه حتى يحظى بكل هذه الحفاوة والترحاب؟ أم أنه مسألة التخلص من عبء اللاجئين السوريين في الدول؟
يعني حقيقة يمكن أن نقول أن هناك سببان. السبب الأول، تريد المملكة العربية السعودية أن تقدم بأنها تحرص على أن تكون هذه القمة قمة مميزة، وهي تحسب لها بهذه النتيجة، لذلك علقت على موضوع عودة النظام أكبر بكثير مما يستاهل هذا الأمر، كون أن يعني عودة النظام يعني منذ فترة 12 عاما، والآن المملكة العربية السعودية تفرض نفسها بسياسة الحوار والمفاوضات. الأمر الثاني لنقولها بصراحة، هناك تقاطع مصلحي ما بين الدول العربية والدول الخليجية على وجه التحديد بإنجاز شيء بخصوص ما يعرف بتهريب المخدرات وحبوب الكابتاجون. نعم. ومعاناة الأردن التي هي دولة الجوار، وأيضا العراق بهذا. نعم. الخصوص، أنا أعتقد أن الزعامات العربية تريد أن تقول أن هذه رسالة إلى داخل الشعوب، أنها حريصة على مصلحة أبنائها وحريصة على محاربة ما يعرف منظومة المخدرات التي هي سيف مسلط على شباب المناطق العربية. نعم. وأنا أعتقد حقيقة أن المملكة يعني يحاربون المخدرات بمصالحة رئيس المخدرات، تسليط الأضواء، تسليط الأضواء بأنهم يقدمون على شيء ما في هذا المسار. بالنتيجة هم يظنون أنهم يستطيعون أن يشتروا منظومة بشار الأسد الفاسدة من خلال دفع مبلغ مالي للكف عن سياسة ترويج المخدرات، ولكنه زعيم مافيا وليس رئيس جمهورية. ولكن هذا الأمر أنا أظن أنه من المستبعد، كون أن حتى بشار الأسد ليس هو بزعيم المافيا. زعيم المافيا الحقيقي هي إيران، من ترعى مصالح بشار الأسد والحوثيين وأيضا الحشد الشعبي وحزب الله، الذين هم يعتمدون على أيضا سياسة ترويج وصناعة المخدرات. إذا بشار الأسد بالنتيجة فيما إذا اقتنع فهو لن يكون قادرا على إنجاز أي اتفاق على منحة الحدود السورية العراقية أو الحدود السورية الأردنية، كون أنه لا يستطيع السيطرة على الميليشيات المرعية من قبل إيران بهذا الخصوص على وجه التحديد. تمام. أستاذ نبيل، يعني اليوم بما أن حضرتك يمني والقمة تناولت أيضا الملف اليمني، كيف ترى تعاطي القمة مع الملف اليمني في ظل التقارب العربي الإيراني في الفترة الأخيرة؟ بالنسبة للملف اليمني، أنا أعتقد كانت القمة لم تتغير كثير من المفردات السياسية تجاه القضية اليمنية على امتداد يعني كل دوراتها السابقة. الجديد ربما في هذا السياق أنه العودة إلى التذكير مجدداً بأهمية الحفاظ على المرجعيات الثلاث فيما يتعلق بالقضية اليمنية، وهي مخرجات الحوار الوطني. نعم. والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. نعم. وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني مثل هذه التأكيدات هي تأتي أيضاً، نخاف أن تأتي في إطار نوع من المقايضة السياسية أو نوع من يعني المحاولة على يعني سحب جماعة الحوثي من المحور الإيراني، وهذا أنا باعتقادي أنه تعويل فاشل. نعم. وخاصة أنه لا يمكن أن لا تمتلك هذه الجماعة ولا أيضا حتى نظام بشار الأسد يمتلك إرادة وقرار سياسي مستقل بهم. هم أدوات، مجرد أدوات تتبع لإيران، وبالتالي. نعم. لا يمكن أن يتخلوا عن الداعم الرسمي أو العراب الرسمي لهذه الميليشيات التي يحاولوا أو تحاول الجامعة العربية وبعض الأطراف العربية عبثا أن تعيدها إلى الحاضنة العربية، وهي لم تعد لها أي علاقة بهذا الحاضنة العربية. طيب، في هذا الإطار أيضا أستاذ ياسر، يعني منذ أيام زار إبراهيم رئيسي رئيس إيران، زار سوريا وكذلك قبلها العراق، كيف يمكن الربط ما بين هذه الزيارة وترتيبات الجامعة العربية التي جدولت لعودة نظام بشار الأسد؟ طبعا هي الرسالة واضحة من قبل رئيس إيران رئيسي على أنه هو الذي يدير الملف السياسي في سوريا وحتى الملف الأمني، لذلك أي عودة للنظام لن تكون إلا من خلال موافقة ورعاية إيران لهذه العودة. نعلم أيضا أن مطالب بعض الزعامات العربية في السابق بأنهم يريدون عودة النظام والتطبيع مع النظام من أجل تخفيف النفوذ الإيراني، أصبح هذا الحديث يعني قديما ولم يعد يذكر على ألسنتهم. الأمر الثالث نقوله بصراحة، كان حرص إبراهيم رئيسي حول موضوع ضبط الملف الاقتصادي في سوريا، بحيث أن أي مال سيدخل في قادم من الأيام بخصوص سوريا من تحت إطار ما يعرف بالتعافي المبكر أو حتى مشاريع إعادة الإعمار سيمر عبر القناة الإيرانية حصنا، وبالتالي لن يصل إلى مستحقيه. هذا ما حصل في عملية المساعدات التي أتي بها أو باتجاه يعني متضرري الزلزال. نعم. وكان يعني مطار حلب تحت
تصرف الميليشيات الحشد الشعبي التي كانت هي التي تستأصل بهذه المساعدات ومن ثم تقوم ببيعها بالنسبة لمستحقيها. إذا بالنتيجة لقولها بصراحة، رئيسي يقول أنا الذي أضبط الإيقاع الاقتصادي، وأي مساعدة ستقدم إلى سوريا ستكون هي دفع لفاتورة مترتبة على سوريا كشعبا ويعني حكومة. وأيضا رئيسي حصل الأراضي، قال الديون مقابل الأراضي، وبالتالي تم السيطرة على أراضي، مشاريع اقتصادية بالمجمل. بالنتيجة رئيسي وهذا الوفد الكبير الذي كان يرافقه في هذه الزيارة استطاع أن يكبل سوريا، ليس فقط على منحة طويل الأمد، بل بعض من المكاسب حققها بشكل مستقر ومستمر على الدوام. بالنتيجة بشار الأسد أصبح أداة من أدوات النظام الإيراني، لا يستطيع أن ينكر ذلك. واليوم هو يجلس على مقعد الجامعة العربية في مقعد سوريا، ولكن يمثل النظام الإيراني حقيقة، متحدث باسم إيران، متحدثا باسم إيران، وحتى كان يتعالى على الخطاب العربي الذي كان يرحب ويؤسهل ومن الأساس قال الجامعة العربية رجعت إلى النظام وليس العكس، قدم خطابا متعاليا متعجرفا ويعبر وكأن الجامعة العربية الآن بحاجة إلى إصلاح بعد عودته، وكأن الجامعة العربية الآن أيضا وجه خطابا بالنسبة للدولة التركية بأنه هو بالنسبة له يعتبرها في حالة يعني نوع من الاحتلال. إذا بالنتيجة اللي نقولها بصراحة هي رسائل إيرانية على لسان بشار أسد باتجاه الدول العربية، باتجاه الدولة التركية، وباتجاه مآل الحل السياسي في سوريا. تمام أستاذ نبيل، اليوم هل تجد أن إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية ربما يهيئ لإشراك الحوثيين في الحل السياسي في اليمن بعد كل الجرائم التي ارتكبوها؟ هو لا شك بالنتيجة النهائية، أنا باعتقادي إعادة ترميم قصة النظام السوري المتهالك هو يشي بإعادة توهما إعادة الحياة لهذا النظام وجماعات الحوثي وحزب الله الضاحية، وأيضا حتى بالمقابل أيضا ما يجري للنظام العراقي، النظام الذي لم يعد يمثل العراق بما يمثل مشاريع والمصالح الإيرانية في العراق. وبالتالي بالضرورة أنه أمام إشكالية خطيرة في أن تتحول الجامعة العربية مظلة لهذه الطائفية، وأن يتم تمريرها تحت مسوغ إعادة ترميم النظام العربي القديم. نحن أمام إشكالية خطيرة تتعلق بتطبيع هذه الميليشيات والتعامل معها كأنها جزء من صلب هذه المجتمعات العربية التي ذاقت الأمرين من خلال هذه الأنظمة الطائفية التي تشكلت في العراق وسوريا، وحاليا جزء منها أو يحاول أن يفرض وجوده في اليمن كجماعة الحوثي. وبالتالي أنا باعتقادي ايضا اليوم يعني في هذه القمه كان واضحا يعني حاله التعالي والرسائل التي يحملها كما قال زميلنا في الاستوديو، انه هنا يعني كان بشار الاسد اليوم يتحدث ليس بصفته زعيما لسوريا وانما بصفته اداه ايرانيه بامتياز، وكان يحمل رسائل ايرانيه بوضوح، وخاصه ما يتعلق بالدور التركي، وخاصه ما يتعلق ايضا حينما تحدث على انه لا يعني تغيير الاحضان تغيير المبدا والهويه، وهو يتحدث على ان هناك مبدا وهويه له تتمثل بما يسمى بمحور الممانعه او محور الكتابون كما يسميه البعض. طيب هنا ايضا استاذ ياسر، يعني الجامعه العربيه اليوم بدولها الـ21، هل تستطيع ان تامن الميليشيات المواليه لايران بعد هذه المصالحه؟ يعني هي تريد ان تامن ايران ام ان تمد لها يد العون من خلال ميليشياتها؟ يعني اولا لا نعطي الجامعه العربيه حجم اكبر من حيث التخطيط والاستراتيجيات، كون ان الجامعه العربيه لم تقدم اي دور حقيقي فعال على مستوى العلاقات، ولكنها تعكس الانظمه العربيه. ظني ان الانظمه العربيه تدير ملفاتها بينيا على مستوى ثنائيات، وقد يكون من خلال تشكيلات، ولكن ليس في خطار من خلال اطار الجامعه العربيه. اطار الجامعه العربيه مخترق من قبل يعني اعداء للجامعه العربيه، اتكلم على ايران على وجه التحديد. أعتقد أن الدول العربية باتت الآن تشعر بأن عليها أن تقوم بدور باتجاه إيران لتحييدها، كون أن إيران لطالما كانت تهدد الدول الخليجية على وجه التحديد بأنها سترد فيما إذا تعرضت لأي محاولة عسكرية سواء أمريكية أو إسرائيل، إذا من خلال كيان الغاصب إسرائيل. أنا أعتقد حقيقة أن الدول العربية تفسر هذا الأمر نتيجة تخلي أو تقاعس الدول
الدور الأمريكي عن حماية أو علاقة جيدة تربطهم به في الماضي أصبحت الآن شبه مجمدة، أو على الأقل لم تعد تعطيهم هذه الطمأنينة المتوقعة. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان يخطون الآن خطوة جديدة من مجال المفاوضات المباشرة مع إيران، تحييد المملكة العربية السعودية والخليج العربي عن أي إطار للخلافات مستقبلية محاولة لسبب أو لهدف. أعتقد أن هذا الدور فرض عليهم كون أن الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد اتفاق الذي جرى من خلال إدارة أوباما الإدارة الديمقراطية السابقة أعطت عدم اطمئنان لدول الخليجية بأن المحور أو الحزب الديمقراطي على وجه التحديد لديه مشروع في المنطقة قد يكون من خلاله تمكين لإيران على حساب أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أرى حقيقة أن بعد خسارة الجمهوريين ووصول بايدن من جديد إلى الحكم باتت الدول الخليجية تريد أن تسير في هذا المسار، وخصوصا بعد ما حدث من احتلال روسيا لأوكرانيا باتت الدول العربية والدول الخليجية على وجه التحديد ترى فرجة للعمل من خلال مساحات عمل سياسي. أظن أن المملكة العربية السعودية تسعى الآن للعب دورا سياسيا فاعلا على مستوى المنطقة والإقليم. طيب أستاذ نبيل، اليوم الكونغرس يناقش تشريع قانون يعاقب الدول التي تطبع مع النظام السوري، كيف تناقش أو كيف تفسر قرار الجامعة بعودة النظام السوري والكونغرس، يعني حتى الولايات المتحدة يعني تريد أن تعاقب من يطبع مع الأسد، كيف نفهم هذا المعادلة؟ هو لا شك أنه نحن نشهد تراجعاً للدور الأمريكي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط تحديداً. هذا التراجع تمثل باتجاه يعني تمثل بالمصالحة الإيرانية السعودية في برعاية صينية، تمثل أيضاً بحضور يعني مثلاً الروس في المنطقة، وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه هذا القرار الأمريكي هو يتعلق أيضاً بجزء من مواجهة ادعاء مواجهة إيران في على والأنظمة التي ترعاها إيران في المنطقة وكان نظام بشار الأسد وغيره. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الجامعة العربية حينما تقرر مثل القرار هي يعني أنت تدرك أنه الجامعة العربية ليس لها تأثير كبير، وطن يعني تاريخ الجامعة العربية لأهلها أن تلعب دورا مركزيا وكبيرا، وخاصة أنه اليوم الجامعة العربية في أضعف حالاتها وهي تمثل وتعكس هذا الضعف من خلال هذه القرارات التي لا تتوائم مع تطلعات شعوب ولا حتى تتوائم مع استراتيجية بعض الأنظمة، وتحولت إلى ورقة من أوراق بعض الأنظمة الإقليمية العربية التي تدير صراعاتها أو تحاول أن تدير صراعات كبيرة على مستوى مواجهة أمريكا أو حتى التقرب منها أو محاولة إعادة ترميم هذه اللحظة العربية التعيسة بالفعل. نعم أستاذ نبيل، أستاذ ياسر كان عندك تعقيب على الجانب الأمريكي. يعني أنا أظن والله أعلم أن إدارة بايدن ماضية بشكل غير مباشر من خلال ضوء أخضر للدول العربية في مسار التطبيع. الآن مؤسسة الكونغرس الأمريكي عبر الحزبين الديمقراطي والجمهوري يريدون تقييد إدارة بايدن في التقدم في هذا المسار، وأظن أن تشريع هذا القانون وبهذه السرعة وبإجماع من الحزبين هي رسالة لبايدن قبل أن تكون رسالة إلى الدول التي تطبع مع النظام السوري. الأمر الثاني، أنا أرى حقيقة أن الدول العربية والرباعية على وجه التحديد يتغطون الآن بغطاء ما يعرف التعافي، خطة التعافي المبكر. نعم. خطة التعافي المبكر يتم تجاوز ما يعرف بقانون قيصر في هذا الأمر. نعم. وهي لا تتعرض لمفهوم ما يعرف بإعادة الإعمار الذي هو لا يستطيعون القيام به من دون وجود موافقة للراعيين ووجود خطة شاملة والتدخل الأوروبي. إذن بالنتيجة أنا أرى أن الدول الخليجية من خلال اتباعها سياسة الخطوة مقابل خطوة تستعين بخطوة التعافي المبكر لكي يكون لها غطاء قانوني لا تتعرض لاحقا بمحاسبة كون أنها من خلال التطبيع تخترق قانون قيصر وتخترق القانون الجاري الآن الذي يمكن أن يكون ناشطا خلال فترة قصيرة. نعم. خصوصا إذا نعلم أن قانون الكيبتاكون سيبدأ تطبيقه منذ حزيران يعني بعد بضعة أيام. نعم. وبالتالي أنا أظن أن الدول العربية هي تتشاور مع إدارة بايدن، وإدارة بايدن هي التي تصلها الرسالة الآن بلجم
مسار التطبيع كون أن إدارة بايدن متورطة بشكل غير مباشر بإدارة التطبيع. ولكن السؤال هنا ماذا عن النازحين واللاجئين الذين خارج سوريا والداخل السوري؟ كيف أو ما هي الضمانات حتى يعودوا إلى منازلهم إن كانت هناك منازل؟ هناك مناطق كاملة دمرت. أنت تقول اليوم العائدين من لبنان يعتقلون، فبالتالي هناك ملايين بل مئات الآلاف ربما على ربما نفس السيناريو الذي حدث في 2011 يتكرر مطلع. كلام سليم 100%. أولا لنقولها بصراحة، نظام بشار الأسد لا يريد عودة اللاجئين، هو يستجدي ويشحد، يعني يريد أن يستثمر عذابات اللاجئين من خلال ما يعرف بالدعم المالي. الأمر الثاني لنقولها بصراحة، نظام بشار الأسد يعلم حقيقة أن عودة اللاجئين ستشكل خطر. هؤلاء كلهم كانوا من الحاضنة الثورية وكلهم انتعشوا بمناخ ديمقراطي نسبي، وأصبحت لديهم أجيال الجديدة هي لا تقبل بمسارات يعني القمع والإذلال، لذلك هو يخشى على حكمه منهم. الأمر الأخير أن أرى حقيقة أن المنظومة الدولية لا تعاني كثيرا من عودة يعني من عدم عودة اللاجئين، كون أن هذا الأمر منوط فقط بدول الجوار، وأعتقد أن الدول الجوار باتت تبحث عن حلول بمفردها بعيدا عن إطار إرادة دولية في حل سياسي فاعل وحقيقي على المسار السوري. نشكركم الشكر الجزيل المختص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا لكم. وكذلك ضيفنا من السكايب عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ نبيل البكيري السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكم.